بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هبتدي معاكم النهاردة الدرس السادس من الشابتر الاول للمحور الثالث Discover Primary 2. بس قبل ما ابتدي معاكم هنرجع تاني للweather report زي ما اتعودنا لحد ما ال 7 days يخلصوا. النهاردة 28th of January 28 يناير، والweather قدامي partly cloudy و little windy. ال daytime temperature 20 degrees Celsius، ال nighttime temperature 11 degrees Celsius. وهنا هنطلب من الطفل ان هو يكمل ال compare ما بين ال days وبعضها. يعني مثلا ممكن نقول ان ال hottest day was 28 of January، لان 20 is bigger than 17 and bigger than كلهم 17، يبقى bigger than ايه 17. تمام. وممكن نقول برضو ان ال night time temperature ممكن نقول ان 28th مثلا is smaller than 19th of January. ال night time temperature of 28th of January is smaller than the night time temperature of 19th of the new of January. ممكن نقول ان ال night time temperature of 28th of January is bigger than 25th and 21 of January. يعني هي هو ده الكمبير المطلوب من الطفل. ابتدي معاكم بقى ليسون 6. ليسون 6 عندي بيتقسم لحاجتين، بيكمل معانا التعرية اللي الطفل درسها في ليسون 5، وبيدينا حاجة جديدة ازاي الطفل يقدر يعمل برنامج سياحي لأجانب، لأجنبي جاي يزور مصر وينظم له البرنامج السياحي بالمواعيد بتاعته بزياراته. طيب خلينا الاول ناخد الجزء الخاص بالتعريه في البيج دي. اول حاجه احنا تعودنا ان في الترم الاولاني ان احنا بناخد كلمات جديده، الفوكابلري دوت، بناخد الكلمه الجديده، بناخد الديفينيشن بتاعها، وبناخد الالستريشن. طيب الكلمة الجديدة اللي احنا خدناها ايه؟ إيروجين. إيروجين اللي هي تعرية. كانت بعتت لي ام الحقيقة وهي مستصعبة جدا المنهج. انا بس عايزة اوصل لكم حاجة، انه اي معلومة انا ممكن اوصلها للطفل بطريقة مبسطة. اي حد مش قادر يوصل معلومة بطريقة مبسطة يبعت لي وانا احاول اساعده. المصطلحات اللي بالانجلش زي ايروجن، وزي ما خدنا الترم الاول بلانيتيريوم وكونستليشن، انا خدت تجربه ان احنا ندخلها في اغنيه. فعلا فعلا الكلمات ما بتتنسيش. حاولوا ان انتوا تعملوا اغنيه للكلمه ببساطه جدا، الطفل يقعد يغنيها بلحن. الموضوع هيبقى بسيط جدا وهيفتكرها دايما، هتيجي في ودانه وهيفتكرها. تمام. طيب احنا قلنا ان الايروجن اللي هو التعرية. الديفينيشن، دليل المعلم مش جايب لي ديفينيشن، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الديفينيشن دوت انا جبت لكم ابسط ديفينيشن ممكن الطفل يعرفه، بس هو مطلوب هنا ان الطفل هو اللي يعبر بنفسه ايه المعنى اللي فهمه للايروجن. يعني الديفينيشن ده مش المفروض ان المدرس او الام تقول للطفل يلا يا حبيبي احفظ ده زي ما هو، لا، الطفل هو اللي يحاول يوصل لنا ايه هو الايروجن، فهمه من الدرس اللي فات ازاي. انا جبت لكم هنا ابسط كلمات ممكن نحطها في ديفينيشن الايروجن. هو هنا بيقول ايه؟ ان الايروجن التعريه، when the water and the wind، لما المية والرياح، او ممكن نقول or when the water or the wind، لما المية او الرياح، wear away rocks and soil. يعني ايه wear away؟ wear away مصطلح معناه انه الحاجة تقل تدريجيا، حجمها يقل تدريجيا، او الحاجة ترفع تدريجيا تبقى ارفع، smaller او thinner. تمام. يبقى ده معنى وير اواي. فانا بقول ان الميه او الرياح بتخلي الروكس الصخور او السويل اللي هو الطمي يصغروا تدريجيا او يقلوا تدريجيا، زي ما شفنا كده شكل الصخور في الليسن اللي فات، الصخره كانها بتتنحت بتبقى ارفع على مدار السنين طبعا. تمام. يبقى ده معنى وير اواي.
التعرية زي ما الصخور بتتنحت. شفنا المية لما كانت بتزق في الاكسبيرمنت بتاعتنا الاسبوع اللي فات، الليسن اللي فات، شفنا السويل او اللي هو جبنا مثال الساند قد ايه بتتحرك من مكانها وهي في الطبق، اتحركت من الجهة من البوتوم للتوب او اتحركت من جهة لجهة. ده بسبب الايروجن، ان المية كانت عمالة تنزل عليها فبتحركها بالتدريج. تمام، المثال ده بيتطبق على الساند، بيتطبق على السويل، هو هو. طيب الالستريشن، انا رسمت لكم الرسمة اللي موجودة في الكتاب، كان في شكل صخرة وحصل فيها ايروجن من النص، بقى في فراغ من النص، حصل فيه حصل وير اواي. وير اواي يعني ايه؟ ان الحتة دي ديسابير، اختفت. تمام، الطفل هيحط الالستريشن اللي هو عايزه، ممكن يحط ساند ديون، يرسم الرملة وهي متدرجة، ممكن يعمل شكل الصخرة التانية اللي كانت منحوتة بطريقة تانية، موجودة في ليسون 5 لو حابين تبصوا عليها. اوكي، طيب ايه اللي هيقابلني بعد كده؟ give an example، اديني مثال of how erosion affects land. الايروجن التعرية ازاي بتأثر على اللاند؟ ايه الامثلة اللي احنا عرفناها؟ the erosion formed كون لنا sand dunes. ازاي الايروجن اثر على الارض اللي احنا عايشين عليها؟ ان هو كون لنا ساند ديونز ان ذا ديزرت، في الصحراء. هي مش الساند ديونز دي كانت بسبب الافكت بتاع الايروجن بتاع التعريه؟ يبقى الساند ديونز دي فورمد ان ذا ديزرت بسبب ايه؟ بسبب الافكت اوف ذا لاند، تاثير الايروجن على اللاند. تمام، ده كده اخر جزء يخص التعرية. ندخل على الجزء الجديد مع بعض. الجزء الجديد في الدرس معانا اسمه تور ماي سيتي، يعني ما معناه انه انت هتعمل تور، رحلة في السيتي بتاعتي، في المدينة بتاعتي. طيب انا اول حاجة هبتديها من على الطفل ايه؟ هقول له ان our project in this chapter to make a short commercial for the radio about cities to visit along the Nile. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا تعودنا ان في كل تشابتر من الترم الاول اخر التشابتر بيبقى فيه بروجكت، بيبقى فيه مشروع الطفل بينفذه. طيب التشابتر ده الطفل هيعمل ايه؟ هيعمل اعلان كوميرشال، بس بدل ما هيعمله في التلفزيون زي الترم الاول، لا، ده في التشابتر ده هيعمله اعلان في الراديو. تمام، طيب الاعلان ده عن ايه؟ الاعلان ده هيتكلم عن المدن اللي ممكن السائح يزورها في مصر، في المدن بتاعه مصر على النيل، along the Nile، موجوده بطول ايه؟ النيل. طيب to do this we need to learn about some cities in Egypt. يعني عشان تعمل ده انت لازم تتعلم عن المدن في مصر. يبقى أنا عشان أوصل لنهاية الشابتر بإني أعرف أعمل إعلان في الراديو عن المدن اللي السائح يقدر يزورها موجودة على النيل، أنا لازم أتعرف أصلا على المدن اللي موجودة في مصر. طيب we will start with our own city. النهاردة هنبتدي بالمدينة بتاعتنا اللي إحنا عايشين فيها. يبقى ده معناه إيه؟ يبقى ده معناه إن كل طفل موجود في مدينة في مصر بيدرس الديسكفر هيدرس الدرس بتاع النهاردة ليسون 6 بطريقة مختلفة عن الطفل اللي موجود في سيتي تانية. يعني اللي موجود في القاهرة هيدرس الدرس النهاردة غير عن اللي بطريقة مختلفة عن اللي موجود في الأقصر، عن اللي موجود في المنيا، عن اللي موجود في اسكندرية. ليه؟ لأن النهاردة في الدرس كل طفل هيعمل برنامج سياحي عن المدينة بتاعته. تمام؟ وصلت المعلومة؟ أنا النهاردة هكلمكم عن إيه؟ أنا النهاردة هكلمكم عن القاهرة، أنا من القاهرة وهكلمكم عن القاهرة. فأي طفل موجود في القاهرة هيستفاد بالمعلومات اللي هقولها النهاردة. أي طفل موجود في مدينة تانية مفروض إن المدرس أو الأم هم اللي هيساعدوه في الدرس باستكشاف الأماكن اللي ممكن يزورها السايح في المدينة بتاعته. تمام؟ نبتدي بقى مع بعض. Ask the child، اسأل الطفل، what do you like in your city؟ انت بتحب ايه في السيتي بتاعتك؟ بتحب تزور ايه؟ تمام؟
وبعدين هقول له what we would like a tourist or visitor to know about our city. يعني انت تحب السائح لما يجي السيتي بتاعتنا او المدينة بتاعتنا او الزائر العادي واحد جاي من بره القاهرة وجاي القاهرة تحب يزور ايه عشان يتعرف على القاهرة. انا بعمل برين ستورمنج، احاول اطلع من الطفل المعلومات اللي يعرفها عن الاماكن الموجودة في البلد بتاعته. تمام؟ طيب هو اداني المعلومات، اداني شويه معلومات. ممكن طفل يقول لي انا عايزه يروح يزور الزو، جنينه الحيوانات، انا عايزه يشوف البيراميدز عن مصر، بتتكلم عن مصر، انا عايزه مثلا يروح الميوزيوم، المتحف الايجيبشن ميوزيوم، المتحف المصري. فكل طفل هيقول حاجه مختلفه. طيب هفكر الطفل بحاجه هنا لان هي هترتبط بالسائح اللي هيجي يزور، التورست اللي هيزور مصر. هقول له Do you remember the name of the profession that helps people when they travel? يعني انت فاكر اسم المهنة اللي صاحبها بيساعد السائح لما بيزور مصر؟ احنا خدناها في الترم الاول لما تعلمنا عن الوظائف، وخدنا كاتيجوريز الوظائف، وفي كاتيجوري التوريزم اخدت معاكو التور جايد. تمام؟ يبقى مين هو الشخص المسؤول to help the tourist in our country؟ التور جايد. يبقى أنا بربط له دلوقتي ما بين السائح اللي هيجي يزور المدن والشخص اللي بيساعده اللي هو اسمه تور جايد. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ Let's think about places you like to go with your family or places you like to take visitors. تعال نفكر مع بعض في الأماكن اللي أنت تحب تزورها مع أهلك أو تحب تاخد زائر جاي يتفسح توريها له. تمام؟ طيب هو طلب مني إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض في اللي أنا عاملاه. هو طلب مني هعمل تشارت زي دي. إزاي؟ هكتب كلمة ريستورانت وأسيب الطفل يقول لي إيه المطاعم اللي ممكن السائح يزورها، أنا بساعده شوية. هكتب كلمة بارك وأقول له إيه البارك اللي ممكن السائح يزوره. هكتب كلمة ميوزيوم أهي وهقول له إيه المتحف اللي ممكن السائح يزوره. أي معلومات هيقولها لي هكتبها حوالين كلمة ميوزيوم. أنا دلوقتي بعمل إيه؟ أنا في مرحلة إن أنا collecting data، بجمع معلومات. هكتب كلمة monument يعني أثر، وكلمة monument خدناها الترم الأول، وهسيب الطفل يكتب لي الآثار بس بشرط هو بيكتب لي الأماكن الموجودة في المدن بتاعته، يعني ما يبقاش من القاهرة ويكتب لي كارناك تيمبل. تمام؟ هكتب كلمة recreational facilities واشرح له يعني ايه recreational facilities، يعني الحاجات اللي فيها فسحة، تنطيط، خروجة، يعني ملهاش علاقة بأكل او ملهاش علاقة بأثر تاريخي او بارك. تمام؟ وحاجة بعمل فيها فسحة. تمام؟ طيب اديتكو امثلة هنا، ممكن الطفل يفكر في ايه؟ ممكن الطفل يقول ماكدونالدز. طبعا الاطفال بتموت في ماكدونالدز، ممكن يقول لك انا عايز اودي التورست ماكدونالدز. ممكن حد يقول لك انا هاكله كشري، انا عايز ياكل الكشري بتاع ايه، بتاع مصر. طبعا انا ما رضيتش اكتب اسم محل لانه المحلات كتير، يعني هو ممكن يقول اسم تحت البيت لو هنقول حد مشهور يعني كشري التحرير، بس طبعا كل الاطفال مش عارفاه. قلت مطعم اكبر شويه سبكترا، ممكن اطفال تعرفه ممكن اطفال لا. قلت فلفله مشهور بالفول والطعميه والاكل الايه الشرقي. خلاص مش شرط يكون المطعم مشهور، خليني احترم قدرات الطفل. ممكن الطفل يقول لي مطعم الفول والطعميه تحت البيت، يعني انا بس بحاول اهيئه لفكره ان هو ازاي يعمل برنامج للسائح ان هو يزوره. مثلا لو هو قال لي مثلا الكشري اللي تحت البيت مثلا، فانا اقول له طيب احنا ممكن نفكر في مطعم اكتر اكبر كشري برضو، تعال نخليه مثلا كشري التحرير مثلا، يعني انا بدي اكزامبل. تمام؟ طيب البارك انا حطيت الفسطاط، حطيت الازهر. ممكن الطفل يقول لي الزو، عادي جدا هو عايز الاجانب يجوا يتفرجوا على الحيوانات الموجوده في مصر. الميوزيوم انا حطيت لكم متحف محمد علي، محمد علي ميوزيوم، الايجيبشن ميوزيوم، المتحف المصري، كوبتيك ميوزيوم، المتحف القبطي. انا اعتقد ان مش اطفال كتير هتقدر تدي معلومه هنا، لان مش كل الاطفال هتعرف قوي متاحف، فمش هنضغط عليهم. يعني انا ساعتها هديله امثله
لمتاحف، ويفضل الايجيبشن ميوزيوم لان هو فعلا يعتبر مزار اساسي في المزارات بتاعت السياح. تمام. طيب المونومنت، الاثار بقى، انا عندي طبعا البيراميد، عندي سقاره، عندي السيتادل القلعه. سقاره ممكن تكون بعيده شويه عن الاطفال، مش مدركينها غير اللي ممكن يكونوا ساكنين في الجيزه، لكن القلعه او الاهرامات اعتقد ان هي بنسبه كبيره هتبقى معروفه. تمام. طيب ريكريشنال فاسيلتيز، دي ممكن من حجم الكلمه الطفل اصلا ما يفهمش هو احنا عايزين ايه، فاحنا ممكن نقول له هيروح يزور خان الخليلي، يتفسح هناك، يقعد على القهاوي اللي هناك، يشوف شارع المعز والمساجد اللي هناك، ممكن ياخد فلوكه في النيل. وبما اننا درسنا انواع البوتس وخدنا الفلوكه دي للباكنيك البسيطه، فهو عارف يعني ايه فلوكه. ممكن الساوند اند لايت شو اللي هو عرض الصوت والضوء اللي بيبقى موجود في الهرم بالليل، ممكن ده نعتبره من الريكريشنال فاسيلتيز. تمام. انا دلوقتي هعمل مع الطفل الورقه دي، هنوزع فيها كل الداتا اللي عندنا، وبعدين ندخل بقى على اول بيج بتتكلم عن ايه، عن برنامج السياحي. طيب ايه اول سؤال هساله للطفل؟ هقول له انه اقترح مين اللي هتعمل له الرحله. يعني imagine the tourist you want to help is ايه، السائح او التورست السياح اللي انت عايز تساعدهم دول ايه، دول بويز، دول جيرلز. على فكره انا بقول لكم بالظبط اللي قاله دليل المعلم، قال لي هقترح على الطفل اذا كانوا بويز ولا جيرلز ولا فاميلي ولا جروب اوف فريندز. تمام. ولو بويز او جيرلز انا كمان ممكن احدد الايدج بتاعهم، عمرهم حوالي قد ايه. طيب فاول حاجه هنا في تور ماي سيتي، يوز وات يو نو اباوت يور سيتي، استخدم اللي انت تعرفه عن السيتي بتاعتك تو كرييت ا سكادول فور تورست تو فيزيت، عشان تعمل جدول للسياح عشان يزوروا. فاول حاجه سؤال سالته له، هو دو يو ثينك وود لايك تو تيك يور تور، هنقول هنا a group of friends، انا اقترحت ان هو اصحاب، واعتقد ان كل الاطفال هتبقى عايزه اصحابها، هما اللي ايه يعني هيرجحوا ان هو بيعمل برنامج لجروب ايه، صحاب. تمام. طيب تعالوا بقى نختار four places، اربع اماكن to visit. هجيب قدامكم الورقه اللي انا كنت عاملاها اهي مع دي. ايه اللي هيحصل؟ انا هحط اربع حاجات احاول انوعهم من الكاتيجوريز اللي قدامي دي. يعني انا مثلا خدت من المونومنت، اخدت البيراميدز، تمام، اخدت من الميوزيوم ايجيبشن ميوزيوم، اخدت من الريستورانت، طبعا السائح اللي هيجي ده لازم ياكل مش هنجوعه، اخدت في الفيلم، اخدت من الريكريشنال فاسيلتيز، خان الخليلي. تمام. يبقى هما دول الاربع حاجات اللي انا اخترتهم. اوكي. طيب ندخل على الخطوه اللي بعد كده، البيج اللي بعد كده. البيج اللي بعد كده هو عايز الطفل يحط الاربع اماكن اللي اختارهم في سكادول، في جدول، يعني السائح هيبتدي يومه الساعه كام، يخلصه الساعه كام. طب تعالوا نشوف سوا. اول حاجه هو قال لي التايم 10 اي ام، طبعا الطفل عارف يعني ايه 10 اي ام، احنا درسنا في الماث الساعه، ودرسنا ان اي ام دي يعني الصبح، احنا خدنا الفرق ما بين الاي ام والبي ام، فهو لازم يبقى مدرك تماما ان 10 اي ام دي 10 الصبح مش بالليل. طيب السايت، الموقع اللي هيزوره 10 الصبح، جيزه بيراميدز. تمام. طيب وات تو سي اور دو، انا قلت هنا see the pyramids، هيشوف البيراميدز and sphinx وابو الهول، ride the camel، هيركب الجمل. خلاص دي الحاجات اللي انا اقترحتها، وارجع واقول لكم ان كل طفل هيكتب اللي هو عايزه، اللي انا بكتبه ده مش ستاندرد. تمام. طيب خلص الهرم، هيروح الساعة 12 فين؟ الايجيبشن ميوزيوم، المتحف المصري. هيعمل ايه؟ what to see or do، see the statues، هيشوف التماثيل، وخدنا كلمة statues في الconnect plus الترم الاول، and the mummies، دي ممكن تكون كلمة جديدة ليكوا حرية الاختيار تضيفوها او لا، المامز اللي هي المومياوات. تمام. طيب هو قال له محطش هنا الساعة والمكان، بس قال ان ده هيبقى eat lunch، هياكل الغدا بتاعه. طيب
لو انا هنا عندي 12 في المتحف يبقى ممكن بعد ساعتين يتغدى، ممكن اقول 2 بي ام. خلي بالكو ال ام اتغيرت ل بي ام لان من الساعه 12 افتر نون بتبقى بي ام، فممكن نعمل ريفيجن سريع مع الطفل على الاختلاف من الاي ام للبي ام فرصه برضو. طيب ال 2 بي ام هقول ان السايت الموقع في الفيلا، ممكن اكتب في الفيلا ريستورانت مطعم في الفيلا، واكتب هنا وهو كاتب هنا ايت لانش هيتغدى. اخر حاجه الساعه 4 خان الخليلي، هيروح خان الخليلي هيعمل ايه؟ والفازت هيزور او سي المعز ستريت، شارع المعز ده مشهور جدا في خان الخليلي، اند ذا موسكس، وهيشوف المساجد. تمام، الدرس ان شاء الله يكون بسيط على الولاد، انا شايفه ان هو معلوماته سهله جدا. يا رب اكون ما طولتش عليكم، اشوفكم ان شاء الله في الدرس السابع. باي باي.